وينضم إلينا من بيروت الأستاذ نضال السبع، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ نضال معنا. بداية نبدأ معك من التطورات الأخيرة، إذن رشقات صاروخية من جنوب لبنان إلى الشمال الإسرائيلي، كذلك هنالك صواريخ وصلت إلى وسط تل أبيب، قد قالت كتائب القسام بأنها المسؤولة عنها. برأيك هل هذا سوف يضغط على الداخل الإسرائيلي لكي يضغط على حكومته لخفض هذا التصعيد، أم بأن حكومة نتنياهو مستمرة فيما بدأت به؟ بداية صباح الخير ست هنا لك وللمشاهدين. لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن هذه الصواريخ سوف يعني تضغط على الحكومة الإسرائيلية. يعني منذ 7 تشرين حركة حماس مثلا تحديدا يعني قالت أن الإسرائيليين ربما يذهبون إلى جولات قتالية لمدة 2 أسبوع ومن ثم نذهب إلى تبادل الكل مقابل الكل، لم يحدث. ثم قالت أن يعني هناك مجتمع دولي وبالتالي إسرائيل عاجزة عن ضرب البنية التحتية والقصف الشامل لقطاع غزة، لم يحدث، إسرائيل فعلت كل ذلك. قالت أيضا أن الإسرائيليين لم يذهبوا إلى خان يونس، ذهبوا إلى خان يونس. قالوا أن الإسرائيليين لن يذهبوا إلى فيلادلفيا، ذهبوا إلى فيلادلفيا. كل الخيارات يلي عمليا انحطت التي وضعت على الطاولة وتم تسويقها عمليا لم تتحقق. حكي كثيرا عن خلافات أمريكية إسرائيلية، حكي كثيرا عن ضغط المجتمع الإسرائيلي، عن ضغط العوائل الأسرى الإسرائيليين، عن ذهاب نتنياهو إلى المحكمة، عن سقوط نتنياهو، عن تعثر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. كل هذه الأمور حقيقة تبين أنها وهم وهي يعني غير صحيحه. طب برأيك ما هو الهدف؟ لماذا يعني ما زالت اسرائيل تمارس هذه الشعارات وهذه يعني بدأنا حرب غزه ب4 اهداف معلنه من نتنياهو، والان اصبح هنالك 5 وهي عوده سكان الشمال ليسكنوا بامان في مستوطناتهم. حتى الان لم يلتزم نتنياهو باي وعد حتى لشعبه. برأيك ما الذي يريد تحقيقه؟ أنا بتقديري الشخصي أنه يعني رابين كان يقول دائما أتمنى أن أنام وأستفيق ولا أجد غزة وقد ابتلعتها البحر. حقيقة أن نتنياهو طبق ما كان يحلم به رابين، وبالتالي هو تمكن أولا من قتل 100,000 فلسطيني، من جرح 100,000 فلسطيني، من تهجير 2,000,000 فلسطيني، من تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن البشري. أنا باعتقادي الشخصي أنه بعد عام ربما علينا أن نعيد قراءة مشهد 7 تشرين. وهل حقيقة كل ما قيل هو يعني صحيح؟ يعني الإسرائيليين قالوا أنهم لم يكن يعرفون بهذه العملية. من يراجع الأرشيف في ذلك الوقت يكتشف أنه مدير المخابرات المصرية عباس كامل خرج إلى الإعلام وقال أنا شخصيا أبلغت نتنياهو والأجهزة الأمنية المصرية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية أن حماس تتجهز لهذه العملية. هناك الكثير من الشواهد. أيضا مدير المخابرات الإسرائيلية العسكرية قبل حوالي شهر قال أنا رفعت تقريرا لقيادتي ولكن في القيادة لم يكن يريدون أن يسمعوا بهذا الأمر. عمليا أنا باعتقادي الشخصي أنه يبدو واضحا أن الإسرائيليين فتحوا هذا الباب أمام يحيى السنوار للقيام بهذه العملية. تم تصوير هذا المشهد. كلنا يذكر يوم 7 تشرين أن الجيش الإسرائيلي كان يطلق النار على المستوطنين، وكلنا تحدثنا أنه ربما الجيش الإسرائيلي كان مربكا، ولكن حقيقة الأمر من يتمعن جيدا في هذا المشهد يكتشف أن نتنياهو فيما بعد طبعا استخدم وجه دعوة لإيلون ماسك حتى يريه كيف فعل الفلسطينيين بالمستوطنين وكيف أن المستوطنات بغلاف غزة تم تدميرها، مع أن الجيش الإسرائيلي هو الذي قام بهذا الأمر من أجل تجريم الفلسطينيين. أيضا بالجبهة اللبنانية كل التصوير الذي تم يعني كل الإيحاءات أن الجيش الإسرائيلي منهك ومتعثر وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تعد كما كانت تاريخيا كانت بمحاولة لدفع حزب الله من أجل اختراق الحدود والدخول إلى الجليل. يوم 7 تشرين عمليا يعني من يتابع حديث السيد حسن نصر الله بتاريخ 3/11/2023 يكتشف أمرا هاما، وأنا راجعت هذا الحديث. يقول السيد حسن نصر الله وحين استفقنا في اليوم الثاني أي ب8 تشرين لم كان الجيش الإسرائيلي منسحبا، بمعنى كان هناك مشهد مغري جدا لحزب الله حتى يدخل إلى الحدود وبالتالي حتى نذهب إلى الملعب الإسرائيلي. بكل الأحوال اليوم عمليا نتنياهو أفشل كل المفاوضات
وهو لا يريد الحل، وهو يبحث عن المزيد من تأزيم المشهد في المنطقة، وهو يعتقد أنه ربما الإدارة الأمريكية يعني عاجزة الآن أو لا تريد أو لديه ضوء أخضر من الغربيين أيضا للقيام بما يريد أن يفعل سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان. وأنا باعتقادي هو أفشل هذه المفاوضات، وهو لا يريد تبادل الأسرى، وأيضا سوف يستمر بالعدوان على جنوب لبنان. وأنا أعتقد أنه ربما اليوم بهذا التاريخ 27 ربما نعم، ينفذ أمرا كبيرا سواء في لبنان أو في سوريا ولكن أو إلى في متى؟ إيران. يعني أستاذ نضال، ما الذي يريد تحقيقه؟ هذا هو السؤال، لأنه هذه القراءة التي نتنياهو تحدثت الآن عنها، يعني حتى هنالك إسرائيليين من اليسار يوافقون على هذه القراءة بأنه هي كانت مجرد فخ من نتنياهو لتكبير هذا الصراع. ما الذي يريد أن يصل إليه؟ هل هي بالفعل كي يحمي نفسه كما كان يقال؟ لا، نتنياهو اليوم يبحث عن صورة مصر، هو يريد أن يقول للإسرائيليين، هو عمليا الإسرائيليين انسحبوا من قطاع غزة بال2005، هو يريد أن يقول أنا السيد أمن، أنا الذي فرضت الأمن في غزة، أنا الذي أعدت احتلال القطاع، أنا الذي قضيت على حركة حماس، أنا الذي صفيت كل قيادة الفصائل، أنا الذي عمليا يعني استهدفت حزب الله ووصلت إلى أغلب قيادات حزب الله، أنا الذي يستهدف سوريا، أنا الذي يستهدف التمركز الإيراني في سوريا، أنا الذي ضربت الحديدة، أنا أيضا سوف أضرب الإيرانيين. وبالتالي هو يريد أن يظهر بصورة ملك ملوك إسرائيل، وأن يظهر بصورة البطل، وأنه جلب الأمن للإسرائيليين. إذن هي أهداف أنا شخصية، بعتقد أن صحيح؟ نتنياهو، عفوا، تقصد بأنه هي أهداف شخصية؟ سريعا لو سمحت هي أستاذ نضال. أهداف شخصية نعم، وهي أيضا أهداف استراتيجية. علينا أن لا ننسى أن رابين بالنسبة للإسرائيليين على سبيل نعم، المثال هو بطل بالنسبة للإسرائيليين. هو ينظرون حينما يتحدثون عن رابين مثلا اليوم، طبعا يعتبرون أن رابين احتل سيناء نعم. وقطاع غزة والقدس والضفة الغربية شكرا والجولان. جزيلا لك، أعتذر منك نتنياهو أستاذ يبحث نضال، عن هذا الأمل، ولكن يريد الوقت أن يكون أهمنا. بطلا في إسرائيل. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي نضال السبع، كنت معنا من بيروت.